السلام عليكم يا أطفال، كل عام وأنتم بخير، رمضان مبارك، وأقدم تحياتي لأمي وأبي وعمو يزيد، رمضان مبارك. السلام عليكم، أنا مريم بكفة، نهدي تحياتي بمناسبة قدوم الشهر الفضيل إلى أسرتي وكل طاقم عمو يزيد وكل الأمة الإسلامية، ونتمنى لكم رمضان كريم. ونشكر عمو يزيد وكل طاقم تاعو لأنهم جهزوا لنا هذه الحفلة الجميلة، وشكرا. أنا أمينة بكفة، نسكن في هراوة، نحب عمو يزيد، تهاني لعائلتي، شكرا لأنهم حضرنا لهذه صحة رمضانكم، شكرا لأنكم دعوتونا، نحبكم. السلام عليكم، اسمي بوقفة محمد، فرحة لخطره جيت مع أبو يزيد وتلاقيت وتصورت معه، وثريك حب نجي في كل حفلاته. رمضان كريم، صحة طوركم وقول خير. لا بيجي اسمي عصام قادة. صحة رمضانكم، كل عام وانتم بخير. انا اسموني قادة راسم، جيت من لافيجري، ونقول صحة رمضانك عمو يزيد، صحة رمضانكم كاع الاطفال، كل عام وانتم بخير. السلام عليكم، ينعاد عليكم السلامة وصحة رمضانكم. احنا من سوريا، ونقدم تحية لبلدنا سوريا، وتانيك لبلدنا الثاني الجزائر. أنا اسمي زينب بوكفة، أنا جاية من حلاوة، اليوم جيت لحفل عمو يزيد، ونتمنى لكم رمضان سعيد وكريم، ويا رب يتقبل منا جميعنا صيام وصحة فطركم. السلام عليكم، نقدم صحة رمضانكم، نقدم تحياتي لماما وبابا والعمو يزيد، كل عام وأنتم بخير.